تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، حين تجسس نتنياهو على رئيس وزراء بريطانيا عام 1998، رئيس الوزراء البريطاني وقتها توني بلير زار إسرائيل، وهو في إسرائيل والتقى نتنياهو لم يعجب بنتنياهو وقال إن هو شخص كريه جدا. المستشار الإعلامي توني بلير بعد ما بلير خلص في السلطة في بريطانيا كتب مذكراته، وقال في المذكرات إن توني بلير قال إن شخص كريه جدا، وإيهود باراك قال لتوني بلير إن نتنياهو كذاب جدا يكذب طوال الوقت. ده رأي مين؟ إيهود باراك في بنيامين نتنياهو، أنه كذاب طوال الوقت، يكذب، لا يتوقف عن الكذب. بدأ توني بلير يشعر إن نتنياهو بيراقبه وبيسجل له مكالماته وبيتنصت عليه، والعربية اللي هو راكبها في إسرائيل أدرك إن فيها أدوات للتنصت على توني بلير. فبلير لما عرف إن نتنياهو بيتجسس عليه بدأ يوصل رسالة إنه عارف إن نتنياهو بيتجسس عليه في العربية، وتوني بلير لم يعجب أبدا بنتنياهو. لغاية هنا تمام، لكن في الواقع هل توني بلير اللي شاف إنه كاره جدا وسمع إنه كذاب جدا وعرف مقاس الفلسطينيين اللي موجودة في الأراضي المحتلة عمل أي شيء لصالح فلسطين بعد كده؟ لا نهائيا. يعني أدرك كل هذا الأمر وأدرك حقيقة ما يجري من اعتقال وتشريد وأيضا من بناء مستوطنات على حساب الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، وما خدش أي موقف لصالح القضية الفلسطينية. وبعد كده انضم إلى بوش الابن في حرب غزو العراق 2003، وكل ما يكلمه توني بلير في أي حوار تلفزيوني عن موقفه من القضية الفلسطينية يهاجم الإسلام اللي بيقول عليه الإرهاب الإسلامي. ما نتنياهو يطلع في برنامج تلفزيوني ويسأل عن موقفه من القضية الفلسطينية يهاجم ما يسميه الإرهاب الإسلامي، حتى بيقولش الإرهاب ويسكت، إنما بيقول الإرهاب الإسلامي علشان يلصق الإرهاب بالإسلام، مش بجماعات متطرفة تلقى دعما غربيا بالتأكيد. فتوني بلير اتكلم مؤخرا في أكثر من وسيلة إعلام يسألوه عن فلسطين، يتكلم عن الإرهاب الإسلامي، وقعد يقول إن دول عندهم مشروع غير مشروعنا، رؤية للحياة غير رؤيتنا، وقال إنه بشأن فلسطين إن الدول الإسلامية رفضت إنها تصل إلى صلح اللي كان عرضه أو التسوية اللي عرضها باراك أوباما. طبعا كلام بلير هو كلام فيه كذب أو كلام كاذب زي كلام نتنياهو، الاتنين ما يختلفوش عن بعض. توني بلير بنسأله عن فلسطين يروح على الجماعات الإرهابية، خليك في فلسطين. نمرة اتنين، مين قال لحضرتك إنه الدول الإسلامية رفضت التسوية التي قدمت بشأن القضية الفلسطينية؟ نتنياهو أحرج دلوقتي لما قال كذا مرة أنه هو اللي عرقل الوصول إلى التسوية، وهو اللي منع السلام اللي هي الأرض مقابل السلام، وهو اللي منع قيام دولة فلسطينية، وهو اللي بوظ اتفاق غزة أريحة، وهو اللي عمل كل شيء من شأنه عدم الوصول للسلام. ده كلام بنيامين نتنياهو اللي تباهى بيه في حرب غزة 2023-2024. إذن كلام بلير كاذب، إن كان في عرض للسلام وعرض للتسوية، والدول الإسلامية هم اللي ضغطوا على فلسطين لعدم قبول هذه التسوية. هو بيردد الكلام اللي بيتقال في إسرائيل، رغم إن هو اللي قال قبل كده إن نتنياهو كريه وإنه كان بيجسس عليه وسمع قادة في إسرائيل بيقولوا له نتنياهو كذاب على مدار الساعة. كمان كلام توني بلير إنه نمط أو رؤية الجماعات المتطرفة أو اللي بيسميها الإرهاب الإسلامي تختلف عن رؤيتنا للحياة، في الواقع لا، بتختلف عن رؤية المسلمين للحياة.
مش رؤية بريطانيا للحياة أو الغرب للحياة، بيختلفوا عن رؤية المسلمين للحياة واللي واقفين ضد التطرف الإسلامي في كل مكان، أو الجماعات المتطرفة اللي موجودة في كل مكان بدعم مؤكد من جهات خارجية، هم المسلمين أنفسهم اللي بيقودوا تجديد الخطاب الديني، اللي بيقودوا الوسطية، الاعتدال، الانفتاح على الآخر، مجابهة التطرف، مجابهة الإرهاب. كل ده هو مشروع المسلمين والدول الإسلامية، لأنهم شايفين أن دول يختلفوا عن نمط حياة المسلمين مش عن نمط حياة الغرب، كأن المسلمين متخلفين وهم جزء من هذا النمط والغرب اللي راقي متحضر خارج هذا النمط. بالعكس، دوائر كتلة في الغرب هي اللي بتدعم هذا التطرف علشان تخرب هذا النمط المعتدل العقلاني الوسطي الحضاري اللي هو يمثل أغلب الأمة الإسلامية. وبالعودة إلى ما بدأنا، توني بلير اللي عارف كل هذه الأمور عن إسرائيل وعن نتنياهو ما أخدش موقف واحد لصالح القضية الفلسطينية. يمكن نقول عليه إن شكرا تنبهت أخيرا وعرفت أخيرا، فحاولت أنك ترفع ولو جزء من الظلم عن الشعب الفلسطيني. توني بلير زيه زي كتير من قادة الغرب، نفاق وكذب وخداع، وعارفين حقائق لكنهم بيتعاملوا على أسس أخرى بعيدة عن هذه الحقائق، وكلهم لم يساعدوا الشعب الفلسطيني لا في مآسيه السابقة ولا في مآساة حرب 23-24. 9 شهور تقريبا من الحرب، 38 ألف شهيد فلسطيني، الأغلب من الأطفال والنساء. الضمير العالمي لا شك أنه تحرك، لكن ضمير القادة اللي عندهم النفوذ وعندهم القوة لإيقاف الحرب لم يتحرك، واستمرت الحرب في فلسطين على الرغم من محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة، وعقلاء كثر حول العالم، ومظاهرات الشباب المتحضر في الغرب والشرق. موقف مصر من هذه الحرب الإجرامية الآثمة والفاشلة من المؤكد في نهاية المطاف على الشعب الفلسطيني في غزة، كما عبر عن هذا الموقف الرئيس السيسي أن مصر مع إقامة دولة فلسطينية تكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة على حدود 4 يونيو 67، وتكون هذه الدولة عاصمتها القدس الشرقية. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال.